الهريسة بشكل عام تتنطبخ وتطلع بالمية مية صافية بدها وقت 12 ساعة متواصل طبخ. أول شيء نسخن المي شوي، منحط اللحمة، بعد اللحمة بنحط عواد قرفة وببلش نغلي اللحمة، منشيل الزفرة، بعد ما نشيل الزفرة تيستوي اللحم تقريبا بده 6 ساعات اللحمة تتسوي مزبوط وتنزل العظم. منخلي العظم هذا شرط أساسي، اللحمة اللي بدها تنزل للهريسي بده يكون بعظمة، ما بده يكون اللحم مجروم، بده يكون في عظمة، لأنه العظم لما بتحط القمح بيخلي العظم بيخلي المي تنزل للأسفل لتحت، إذا ما في عظمة بيلبد وبتصير الهريسة تلزق. بس يسوي اللحم مننزل من غسل القمح، بنكون مغسلينه ونقعينه ومصفيينه، مننزله على مننزله فوق القمح فوق اللحمة وبنسحب النار كليا، بنطبخ القمح على الجمر. القمح تقريبا مده 3 ساعات 4 ساعات حسب انواع القمح، في انواع قمح تاخذ ساعتين، في انواع قمح، بس القمح البلدي بالاجمال هو افضل انواع القمح، بس بده وقت اطول، هو بيكون افضل انواع القمح اللي بيكون شغل لبنان، القمح اللي بيكون شغل لبنان. بس يستوي الواحد اللحمه مثل ما شايف هلا، هلا تقريبا استوى القمح واللحمه، هلا استوي لانه هلا هو صار 12 ساعه على النار، القمح 4 ساعات واللحمه صار لها 12 ساعه. بس يستوي هول هلا بنبلش نشيل العظام قبل ما نحط التوابل، بنشيل العظام نهائيا، بنحط التوابل وبنجيب سمنه، سمنه بقر بيبي او حلوب، ماني عم يعمل دعايه للسمنه بس حيال انواع سمنه بقر تكون باب اول، مندوب السمنة منخليها تحمى مزبوط يطلع الدخان منها تتحمى تعطي حرارة عالية، ممكن حاطين التوابل 7 بهارات فلفل أسود وملح، أنا الملح منحطه بالسلق ما بضيف ملح، الملح منحطه أول شيء منكون عم نسلق اللحم الصبح، مندوب السمنة منحطها بظهر البهارات ومنبلش نخفق بالعصاية. شوف هيو هدنا نشوف هل هي رأس؟ هلا مش خافق رأس، اعتبر حطينا البهارات والسمنه، هي ما بتعقد الا بعصايه خشب، المعلقه ما بتفيد، مش ممكن. هاي العصا عمرها اكثر من 50 سنة، هاي عن ايام المرحوم الوالد، يعني واحد في يعمل اكبر طنجره ويشتغل ومكونات، اذا ما بيعرف يعقد ما عملنا شيء. اهم شيء بس نزل قمح بده يكون في جمر، شوف هلا ما في حطب، طفينا النار يعني ما طفينا النار جمر بس مش هلا، لانه القمح بدك تاتيه يعني. وقت ما فيك يعني. هلا الساعه 4 انت مبلش 4 الصبح، انا بقى 3 و4 الا ربع، هلا قد الساعه 4 12 ساعه وربع ولسه بدها ساعه شغل. عظيم، حطينا البهارات والسمنه، بس استنى واحد ثاني ونبلش نوزع السمنه والبهارات، هيدي العصايه بتنزل على اخر الحله، قلت لي هيدي عصايه كنت زبيك، هيدي من الماس لا سنديان ولا شيء، من الماس عملها رايبتنا، كان نجار عملها للمرحوم الوالد، عمل له الحنوي هون اللي بتلاحظها على الايد وهيدا بالضبه بتتركها من سنه لسنه ما بتصير، بس غسلها عمرها 50 سنة، العصاية عمرها 50 سنة، بتصير توزع البهارات والسمنه بهالطريقه. هلا لانه العظام بعدها موجوده لسه ما شلناها. شو حلو طب هالعادة الحلوة اللي بتضيع خاصة عندكم عم بتعلمها لحدا؟ يعني أنا بتعلمها من المرحوم الوالد. جيل الهامبرجر. هيدا ابني هلا جيل الهامبرجر. إيه عم بتعلم يعني هريسة؟ شوي. إن شاء الله يضل في حدا يأكل هريسة. هو بيعلمهم بس بدي أكلها. لا مهم. هلا بهالطريقة يا صاحبي. أوكي. بهالطريقة ها. بنكون نحن حاطين القمح مثل ما قلت لك 7 بهارات والبليك بيبر. أوكي. وبنصير وبسمي هالعصاية تبرم هيك. ايه بتلف اللحمة والقمح مع بعضها وبالوقت زادوا بتنزل السمنة والبهارات، بيكون حدا عم بيساعدك عم بيشيل العظام، عم هو بيشيل العظام، بيشيل قبل ما احط السمنة، قبل ما تحط السمنة لانه كل نقطة سمنة لها ثمنها، شيل العظام بس بتصير بيبقى في اللحمة والقمح، العظام بنشيلها لانه ما فيني اخسر سمنة ولا فيني اخسر 7 بهارات. طيب كيف بلشت العادة عندكم بتضيع بتتذكر؟ ليش بتعملوا قديما
قديما جدودنا بلش جدودنا يعني انا المرحوم الوالد تعلمها يمكن من اقاربه. انا كنت ولد صغير رفق بي مثل ما هلا بيجوها الوليدات صغار رفق بي شوفوا ايش عم بيعمل. طب اذا انا استحليت هريسه خلال السنه بدي اعمل هريسه عندي بالبيت بتنعمل؟ كيف بتنعمل؟ بس على صغير. كيف بتنعمل؟ كيف بعقدها؟ انت لحظه بصبع كردون؟ لا في مش بعصاي بشي صغير. مدامتك ما عندها ملعقه خشب؟ ولا طيب ملعقه خشب. اوكي اذا بدك تعمل هريسه ببيتك عظيم زيت شيء صغير عظيم كل كيلو قمح كل كيلو قمح بده كليان لحمه تطلع. في منهم بيختصروا تطلع شاورة. انا بس تخلص هيدي بحكي العصا بقول له وقفي. بس تخلص بحكيها موسى بحكيها للعصا مثل عصا موسى بقول له وقفي توقف لا بتروح لشميل ولا يعني بتكون نجحت بتكون بالمية مية. هذا كم شخص بالطعمة؟ هيدا الحل هيدا 120 لتر ماي. 120 لتر ماي. 120 لتر ماي. إذا صحن عادي للأكل بيطعم 300 إذا هيدي 300 شخص رح يأكلوا من هاد الطنجرة تقريبا يعني كل حدا تقريبا إذا بدك تحط له هي هيدا تاكل هيدا بيبقى بلا ترويع الصبح يعني هي ترويع انت بتحكي هون هلا إذا بده ياكل ويشبع 100 معلم هلا حبيب قلب انتني هلا هويك في الفن يعني علفة عم تلف شايف اللحمة والقمح كيف عم بيلفوا على بعضهم العصا شو عم تعمل فيهم العصايب انا تبرم مثل الدولاب تيعشق القمح واللحم على بعضهم